دي بقى يا جماعة لازم أن يعين أنا جايب إيه وبعمل إيه أهو. أه هتق هتق أه دي كتاكيت أنا جايب كتاكيت أهو. أول ما يشوفني داخل بكيسة بأي حاجة لازم أن يعرف أنا جايب إيه الأول. تعال تعال أهو. بيحب الكتاكيت موت، بيحب يجي يلعب معاه. يعني انا اسيبهم له هنا بقى الوقت تحت اللمضه، لسه جايين على فكره يا جماعه كشين لسه بردانين. بص 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 انزل له انزل له، انا عارف انت عايز تلعب، انت عاوز تلعب. لعب موت اهو. بحب الكتاكيت قوي. دي بقى يا جماعه لازما يعين انا بجيب ايه وبعمل ايه. لعب موت. اصحى يا غاوي ومتع نظرك، الناس الشقيان غاويين المملكة، الناس الشقيانين. بحاول على قد ما بقدر اجيب لكم كتاكيت صغيرة علشان تبقى على قد الكل. ربنا يبارك للجماعة يا رب. ديت يا جماعة والكتاكيت ده في انا هيت، علشان الناس اللي شايفة اللي هتشوف الكتاكيت وهي كشة وكده وهم متفوسين، يعني ايه مستخبيين في بعض. تمام، شوفوا الكتكوت اهو دافيان، لان انتوا هتشوفوهم دلوقتي وهم مستخبيين في بعض، لسه فاتح عليهم الكرتون. ويلا نبدا. السلام عليكم. اهو دي يا جماعه ماشي ورا الكرتون، شمال شمال يمين يمين، هو ورا هو ورا الكتاكيت عايز يلعب، ده عاوز يلعب. دي بيموت في اللعب. طيب ننزل كده واحدة واحدة ونتفرج. ما شاء الله يا جماعة ده هم لسه جايين، لسه نازلين للناس الغاوية، الناس الشقيانة، الرجالة الشقيانين غاويين المملكة. موت قلبك، حاجة حلوة ما شاء الله، حاجة كويسة. توقع على الله حاجات حلوة وسعرها حلو للناس اللي قالوا لي يا إسلام ما احناش قادرين نشتري كتاكيت حجاز كبير. يا مملكة ما معناش فلوس للكتاكيت الحجاز الكبير. لسه بردانين فتح عليهم يا جماعة، ما قعدوش 10 دقايق. بفتح الكرتونة أول ما بتجي اللزق لسه عليها، أول ملزق بيه. كل حاجة عليها لسه. فرد العصف قاعد يسمع ويتصنط ويشوف احنا بنقول ايه، عليه الأدب. شوفوا شوفوا ويموت في اللعب، هو شايف الكتاكيت الوقت مبسوط. هنا الحمام، هنا حمام، وفي فرد كوكتيل برضو. المملكة منبع الطيور يا غاو، أنا بحب الطيور، أنا بحب الحاجات دي، فاهمني؟ ف أهو 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 ما شاء الله، حاجات حلوة حاجات جميلة. لسه طالعين بقالهم يعني إيه 5 أيام كده، 5 أيام، حاجات حلوة. شوفوا شفتوا بقى قلة الأدب. هتكهرب نفسك. الكهر، اطلع على السلك لما لاقيك في حمايه الوقت. ابني هتكهر، شفتوا قلة الأدب؟ طالع فين والنب، شفتوا بيتسلق الوقت. بس انزل كده عيب بقى. شفتوا قلة الأدب بتاعته، بيموت في اللعب. دي مزاج عنده، كيف عنده يلعب ما شاء الله يا جماعة، حاجات حلوة. يعني ممكن الإضاءة بس مش مظبطة شوية، بس غصب عنا اهوت، هحاول أزور لكم الحاجة على قد ما أقدر. حاجات جميلة مستوى حلو ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. سعر الكتكوت يا جماعة 170 جنيه، سعر الكتكوت 170 جنيه. ومش هقدر أتكلم في حاجة تاني علشان الناس اللي بتكلمني،
وبتقرص معانا في السعر. والله يا جدعان ما حد بيطلع بالاسعار دي. كان عندي قبل دول وبعت ب 140 جنيه، وببيع ب 100 جنيه، وببيع ب 200، وببيع ب 500. ايه بس طبعا الاعمار بتختلف، بس ابو 100 وابو والحاجات ديت مش كله زي كده، يعني مش كله كده، عمر كبير شويه صغير شويه. المستويات بقى بنلعب على المستويات، يعني مش ابو 140 زي ابو 170، هو قد ده التاني اللي انا بايعه ابو 140 قد ده. يعني وحش المملكه اللي الناس خدته؟ لا حلو، بس دي مستوى اعلى، في مستوى رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة لحد رقم عشرة كده. انا واخد الحجاز دي مستويات لحد رقم عشرة، في من واحد لعشرة، مش هقول لك من واحد لتلاتة، لا في من واحد لعشرة. فحاجات حلوة، مستوى حلو، وربنا يبارك للجميع. اشوف اما بقرب الاضاءة عليهم بيظهروا كويس اهو، شايفين العظماء قدام ممقر قصير، لسه صغار لسه صغار، ولا اكل ولا ميه، حتى النشاره جديده اللي يعرفك ان هم لسه نازلين جايين لي بالكرتونه هم اللي هم فيه، النشاره جديده لسه ماسك اللمضه في ايده اهوت، لسه ما حطيتها لهمش. هحط لهم بقى اللمضه، هحط لهم الاكل بتاعهم. تدي ايه بقى؟ ممكن كبسوله في لوموكس 250 في الميه، كبسوله في لوموكس 250 دي حلو موسع للشعب الهوائيه وبتاع. وفي الليفير دواء لوفير، دواء اللوفير ده استقبال برضك حلو، رفع مناعه، رفع مناعه تمام. او شويه انتينال في الميه، عارف الانتينال بتاع الاطفال، ممكن تحط شويه انتينال في الميه. الحاجات دي كلها حلوه يا جدعان، اعملوا الشغل ده. انتينال، شويه مطهر معوي، ما هو الانتينال مطهر معوي، شويه مطهر معوي اللي هو الفلاجين، إيه الحاجات دي كده يعني. اشتغل اشتغل يا غاوي، وروق على الحاجه كده، وحط لهم لمبه تدفهم بدل ما هم كشين في نفسهم كده. ها انا بقول لك يعني عشان لما تاخدهم مني، او لما يكون عندك كتاكيت وما انتش عارف تعمل ايه. شوفوا قاعدين يدفوا في بعض ازاي، ليه بردانين دول سبع حتت، هم سبع كتاكيت. ربنا يبارك للجماعه يا رب، اللي تحت امركم في اي حاجه برجاء تنزل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنسيش تدعمنا بلايك. سلام عليكم.